من يتحمل المسؤولية؟ ميدو ولا اللعيبة؟ وأخطاء الحقيقة يعني أخطاء ساذجة جدا، بالظبط يعني صح. الهدف الأول عصام صبحي مس باص، الحقيقة ما ينفعش انا لعيب ناشئ وفي الوضع اللي الإسماعيلي موجود فيه يعمله. الهدف الثاني أنت طالع عالي جدا وبتهاجم بكل خطوطك، فأي مس باص مش محسوب، يعني كرة ملعوبة لعمر الوحش بدل ما العبها من الهاف سبيس العبها كرة عرضية وانا من مكان خطر جدا، لا عايز يفتح ملعب لمدبولي لعبها له وحشة جدا، ردت بهجمة مرتدة. طبعا تنظيم دفاعي الخطوط متباعدة تماما واللعيبة واقفة غلط، وتحس ان محمد هاشم والمحمدي ماهر محمدي الاثنين عليهم عبء كبير قوي، يعني بيغطوا كل مساحة كبيرة كرة قوي. بتتلاعب طولية في خط بالظبط بيلعبوا على مساحة، فعلا مهما كان قيمة وجودة المدافع ده لا مستحيل ان هو يقدر طبعا يشتغل غطي المساحة دي في بالظبط. المساحة دي كلها. فبعد كل انا وجهت الإجابة شوية ناحية اللعيبة، لكن الحقيقة أخطاء مستفزة جدا، يعني هي أخطاء تتعجب ان لعيبة في الوضع ده بالظبط صح. ومفيش أدنى تحمل للمسؤولية تماما تماما. يعني حمدي النقاز نازل، معقولة لعيب دولي منتخب تونس النجم الساحلي الزمالك، والكرات عرضية اعتقد كانت باينة على وش ميدو، يعني وش ميدو كان معبر جدا، ويعني ايا كان اختلافنا او اتفقنا على جودة ميدو كمدرب او امكانياته، لكن تبقى مشفق عليه من اخطاء اللعيبة. ايوه اللعيبه، بص اللعيبه زي ما انت قلت، اللعيبه بتعمل تصرفات غريبه في الملعب. انا ممكن انا كمدرب ماشي، يعني مش شرط اكون فكري اعلى حاجه او مش مدي افكار كتير للعيبه، بس انا ده مش منطق ان لعيب في نص الملعب لوحده بيستلم غلط في الجون الاول بشكل غريب. هو الكوره جايه له واقف لوحده تماما ومعاه مساحه كبيره جدا بعيدة جدا ويستلم جدا الكوره، بيستلمها بشكل غريب جدا والكوره بتطول منه. مش منطقي ان انا دايما دايما المساحات في خط الظهر مفتوحه بشكل كبير جدا. باهر محمدي ومحمد هاشم بعيدا عن مستواهم الشخصي هم كلاعيبه زي ما احنا اتكلمنا، هم بيغطوا مساحه كبيره جدا من الملعب، لا نص الملعب بيحميهم ولا الاثنين الظاهرين اليمين والشمال بيحموهم ولا في اي حاجه بتحصل. المفروض النهارده ميدو لعب بال4 3 3، المفروض ان في 3 في نص الملعب من بدايه المباراه، برضو المساحات موجوده. الخطوره الوحيده الاسماعيلي كانت بتظهر في المباراه من ضربات الثابته بس، وده كان بسبب مش بسبب يعني قوه من الاسماعيلي على قد ما هي كانت اخطاء من فرقه المقاولين نفسه في التعامل مع الضربات الثابته عموما بانواعها المختلفه. لكن غير كده ما ظهرش اي خطوره من الاسماعيلي، حتى التغييرات اللي بتحصل زي ما انت قلت حمدي النقاز بينزل الشوط الثاني كذا كوره بتجيله ناحيه اليمين، عرضيات بيلعب لوحده تماما ان هو يقدر يطلع عرضيه بشكل كويس، العرضيات بتطلع بشكل غريب جدا ومش مفهوم، ما تطلعش من لاعب ناشئ اللي المفروض لاعب عنده خبرات حتى لو مستواه دلوقتي مش احسن حاجه، بس انت المفروض عندك الامكانيات الثوابت. انا اسف لمقاطعتك، لعيب زي صالح جمعه يعني طبطبنا كتير قوي ومعلش وامكانياته ولازم يفوق، لكن اللعيب نازل يعني معلش انا اسف وزن صالح جمعه، تحس ان هو باين لعيب بيلعب في نادي للهواة مش لعيب بيتقاضى ملايين وشعب الاسماعيليه كله بيعول عليه امال انه اللعيب النجم اللي جاي اللي هينتشل الاسماعيلي من الوضع الصعب اللي هو مفيش ادنى تحمل لا لا للمسؤوليه تماما، حتى مفيش في لايف ستايل صالح جمعه ان هو يبقى بيشتغل على عنده نفسه حمية بدنيا يحاول. وعنده اه حميه بالظبط ورغبه ان انا اكافئ او ان انا اكون بعوض الجماهير عن الوضع الصعب اللي فيه او حتى عن الملايين اللي هو بيتقاضاها للاسف شديد. يعني لا الموضوع صعب جدا. هو زي ما انت هو بيلعب على الواقف، يعني هنتكلم بصراحة هو الراجل بيلعب على الواقف، الجري معدل الجري قليل جدا، معدل التحامات قليل جدا، الفريق ما بيستفادش منه. قبل كده حتى لما كان في سيراميكا كليوباترا خد موسم كامل ان هو يحاول ان هو يرجع، بعيدا جات له اصابه في نص الموسم بس برضه كان عنده فرصه ووقت كبير وبيشارك لوقت كبير مع سيراميكا، بس برضه ما بيأديش بالشكل المناسب، وعنده مشكله زياده الوزن، عنده مشكله البطء، وعنده مشكله ان في اللياقه البدنيه. فخلاص صالح جمعه فعليا دلوقتي هو يعني مش مناسب للاسماعيلي في الفتره اللي فيها الاسماعيلي دلوقتي. الحقيقه مش مناسب لاي نادي، ما خلينا يعني اي نتكلم عن نادي الاسماعيلي، يعني من ال 18 نادي المحترفين ما مش اعتقدش ان هيستفيد، هيبقى مش مناسب هيستفيد ليهم، منه لان لعيب مش هقول مش ملتزم لكن لعيب مش واخد الامور بجديه، لان بالظبط دي احنا حقيقة. كلامنا ممكن يكون في قسوه زياده على صالح جمعه لان مهارته الكلام على وموهبته قدر الموهبة تزعل. صح انت دلوقتي المهاره والموهبه بقت عمله نادره تماما، انك تشوف لعيب بامكانياته وقدره صالح والفيجن اللي عنده حاجه تتحزن. وخد فرص كتير سواء مع الاهلي قبل كده او مع سيراميكا او مع الاسماعيلي دلوقتي، هو خد عدد من الفرص مختلفه، وكل مدرب كان بيجي بمدربين مختلفين يتدرب معاهم بيحط له برنامج تأهيلي ان هو يبتدي يرجع مرة تانية، وللأسف ما بيقدرش ان هو يعمل اي حاجة او ما بيقدرش ان هو يرجع، ما ده بيقدرش حقيقي. ان هو يفيد الفريق، فأصبح ان هو بيمثل عبء اكتر منه عامل مساعد للفريق. الحقيقة الموضوع مش على صالح جمعة بس، على كل اللعيبة بتاعت الإسماعيلي للأسف اللعيبة عندها مشاكل كبيرة جدا، الاستلام والتسليم، قراية التحركات، قراية اللعب، في مشاكل كبيرة جوه الإسماعيلي في